تقول السائلة: هل المرأة المحرمة تغطي وجهها أثناء الإحرام؟ وما الحكم إذا كانت غطت وجهها بأكثر من طبقة؟ المرأة تغطي وجهها عند الرجال في الإحرام وفي غير الإحرام، عند الرجال لا تكشف وجهها، لكن المحرمة لا تغطيه بالبرقع والنقاب فقط، المخيط للوجه فقط. أما أن تغطيه بغير البرقع وغير النقاب فيجب عليها ذلك، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الرجال، تغطيه بالشيلة، بالخمار، تغطيه بالثوب، بأي شيء يستره، ولو كان طبقات لا بأس، لو كان طبقات لا بأس، أو طبقة واحدة ساترة، المهم أنها تستر وجهها عن الرجال بغير البرقع وبغير النقاب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم، نهاها عن النقاب ومثله البرقع، ولم ينهها عن تغطية وجهها بغير النقاب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. دل على أن الصحابيات يغطين وجوههن وهن محرمات لكن بغير النقاب،